بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فإن التأملات في هذا المساء المبارك في هذا المسجد المبارك حول سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة محمد سورة مدنية بإجماع، وعندما نقول بإجماع أي بإجماع أهل التفسير، والراجح أنها نزلت بعد موقعة بدر، مما دل عليه أكثر آياتها. وتسمية القرآن أو بعض سور القرآن باسم الأنبياء مما كثر في القرآن، مثل سورة يونس وهود وإبراهيم ويوسف ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهذه السورة سميت باسم نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح الذي سماه به جده عبد المطلب. وقد ورد اسم آخر له في القرآن كما قال ربنا في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذان اسمان ثابتان له صلوات الله وسلامه عليه. واختلف في قول الله جل وعلا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل هذا حرفان من الحروف المتقطعة التي جرت عادة القرآن أن تستفتح بها بعض الصور، أم أن لها معنى آخر، أم أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونميل بلا ترجيح الأخير إلى أنه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله. هذه السورة المباركة فتحها ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ذكر الله جل وعلا ما أتاهم كما سيأتي. فأما قول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فهذا اللفظ يحمل أو يحتمل كل كافر، لكن لا بد أن يفرق ما بين ما يحتمله اللفظ وبين ما ينصرف إليه اللفظ في المقام الأول. فاللفظ هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ينصرف أول ما ينصرف إلى كفار مكة، لكنه يندرج فيه باعتبار عموم اللفظ كل من صنع صنيعه ممن جاء بعده، بل يقبل اللفظ أن يندرج فيه من جاء قبله، لكنه أول ما ينصرف إلى كفار قريش. الذين كفروا، كفروا بماذا؟ كفروا بالله. والكفر في اللغة هو التغطية، الكفر في اللغة هو التغطية. فهؤلاء جاءتهم الرسل، جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءهم الكتاب فجحدوه ولم يقبلوه، فجحدوه ولم يقبلوه، فلهذا سموا كفارا. قال الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، صدوا أنفسهم بما ملئت به قلوبهم من تكذيب وجحود لآيات الله وآلائه، وصدوا غيرهم بسعيهم الحديث لصد الناس عن الدين الحنيف، فما من ضعيف إلا اضطهدوه، وما من رقيق إلا نكلوا به، وما من وجيه إلا أغروه بالماء
المال أودعوه إلى ترك دين الكبير المتعهد كما وقع لأبي سفيان مع الأعشى الشاحب. فهذا معنى قول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال ربنا: أضل أعمالهم. كلمة ضل فعل يأتي في القرآن على أضرب، على أنواع، هنا بمعنى أضل أعمالهم أي أبطلها، أو بتعبير أدق وأوضح لغويا جعلها مضمحلة، جعلها غير باقية. لكن يبقى السؤال: أي أعمال؟ أول ما يقولنا إنه فرق ما بين ما ينصرف إليه اللفظ وما بين ما يحتمله اللفظ. فقول الله جل وعلا أضل أعمالهم يحتمل كل عمل قاموا به، لكنه أول ما ينصرف ينصرف إلى ما أنفقوه من أموال وما بذلوه من سعي عند خروجهم من مكة إلى بدر. فإن الله جل وعلا لم يجعل لهم غاية من الخير ولا نفع، فجعل أمرهم إلى وبال ونكل بهم تبارك وتعالى، ولم يقصدوا من سعيهم وخروجهم من مكة إلى بدر أيا من الخير. خرجوا بطرا ورياء الناس وعادوا وقد هلبوا وقهروا ومات صناديدهم وأسر أكثر. لكنه كذلك يشمل كل عمل بر في ظاهره كانوا يصنعونه في الجاهلية، من صلة الرحم وإطعام الضيف وإغاثة الملهوف وصناعة المعروف، كل تلك التي كانوا يصنعونها أبطلها الله. ومعنى أبطلها الله لم يجعل الله جل وعلا لهم عليها ثوابا في الآخرة، أما في الدنيا فإن الله جل وعلا يوفي كل ذي عمل عمل، يوفي كل ذي عمل عمل. حتى إن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته مولاة له تبشره بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فرحا بأن أخاه عبد الله ولد له هناك، وكان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات من قبل، فهو فرحا أن اسم أخيه سيبقى سيخلد، ولم يدر في خلده أن هذا الغلام سينبع، فاعتقها. فلما اعتقها رؤي في المنام بعد موته، رآه أخوه العباس بن عبد المطلب فسأله: ما فعل الله بك؟ فأخبره أنه لم يلق خيرا، أي في قبره، لأنه مات على الكفر، لكنه أخبره أنه يسقى من نقرة في إبهامه كل يوم اثنين، لأنه أعتق مولاته يوم الاثنين لما أخبرته بشارة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد من سياق هذا الخبر بيان أن أعمالهم في الدنيا يوفون إياها، كما أننا نعلم أن الناس إلى اليوم إذا ذكروا الجود والكرم ذكروا حاتما الطائي. وحاتم عندما كان ينحر ويطعم ويكرم لم يكن يومها يرجو جنة ولا يخشى نارا، لأن حاتما عاش في الجاهلية، لكنه كان يصنع كل ذلك رجاء أن يخلد ذكره، رجاء أن يعرفه الناس، رجاء أن يشيع ذكره بخير في الناس، وهذا مطلب غريزي في النفس. قال أموي: إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أموي: إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزل. فكان يسعى إلى الذكر وقد حصل عليه، بل حصل عليه بشيء لا يكاد يعقل، فإن حاتما له أكثر من 14 قرنا قد مات، ومع ذلك لا يبدأ بضرب المثل في الجود بأحد قبل حاتم. طيب إذا انتهى هذا، فإن قول الله جل وعلا أضل أعمالهم أي لم يجعل لها ثوابا في الآخرة. وهذه هي المصيبة الحقة، أن الإنسان إذا ورد
يوم الحشر، وجاء يوم العرض وكان أحوج ما يكون إلى ثمرة عمله، لم يجد شيئا. هذا هو منتهى الوبال والخسران، لأن كونه يحصل على شيء من قوله أو من عمله في الدنيا هذا لا ينفعه، لأن الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة. لكن البلغة كلها إنما تكمن في أن ينال الإنسان ثوابه في الآخرة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يذبح يوم عرفة 1000 بعير، قالت: أكان ينفعه عمله ذاك؟ قال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يرد بهذا وجه الله. فالذي ينفع العمل الذي يريد به صاحبه وجه الله جل وعلا. هذا معنى قول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي جعلها في المحلال لا تنفعهم يوم يلقون الكبير المتعال. وشق التمرة يبذله المسلم ويريد به وجه الله ينفعه يوم يلقى ربه عز وجل. وهذا يجعل المؤمن يتمسك بأصلين عظيمين: الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يوافق عمله ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. لما ذكر الله الطائفة الأولى وقال: وهو أصدق القائلين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ذكر الطائفة المقابلة قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قلنا إن اللفظ يحتمل وينصرف، فيحتمل كل مؤمن منذ آمن أبو بكر إلى أن تقوم الساعة، لكنه ينصرف أول ما ينصرف إلى الأنصار أهل المدينة الذين قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن كفار قريش منعوه وأخرجوه وصدوه، فإن الأنصار قبلوه وآمنوا به ونصروه. فهؤلاء مقابل هؤلاء. فجعلهم الله جل وعلا في فاتحة سورة محمد صلى الله عليه وسلم جعلهما متقابلين: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاتهم وأصلح بالهم. تلحظ، في الأول ذكر أعمالا جعلها في ضلال واضمحلال، وفي الثانية ذكر سيئات لكنه غفرها بعد أن سترها جل ذكره. فقال تبارك أسماؤه وجل ثناؤه: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. فنلحظ الاختلاف في المعاملة: في الأول هناك أعمال لكنها أبطلت، وفي الثانية هناك سيئات لكنها غفرت. قال: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البال يراد به الحال، يراد به الأمر، يراد به الشأن، كلمة تسمى عند أهل الصنعة النحوية مصدرا ولا فعل لها، ولا تثنى ولا تجمع إلا ما روي شذوذا أن بعضهم يجمعها على بالات، لكنه غير صحيح المستعمل. وهي ما ينعقد من فكر في القلب، ما ينعقد من فكر في القلب، وعليه معول حياة المرء. فإن المرء إذا انشغل باله شغل وذهل، وإذا كان مستريح البال لا ينعقد في قلبه شيئا يكرهه، كانت حياته طيبة هنية مرضية. والله جل وعلا تكفل لأهل الإيمان بذلك، لأن حياتهم قائمة على أنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره، فهم يصبرون على البلاء ويشكرون في السراء. ولا طريق إلى الله إلا بإحدى بطيتين: بالصبر، وإما بالشكر، أو بهما معا. قال ربنا جل ذكره هنا: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ثم بين العلة، بين السبب. قال: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. والمراد أن الشيطان رفع رايته فاتبع أهل الباطل،
وجاء النبيون منه بالهدى من عند الله فاتبعها من يريد الحق، فليسوا سواء عند الله. ولهذا قال جل ذكره وتبارك اسمه: كذلك يضرب الله للناس أمثالا. هذا ما يتعلق بفاتحة سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال أصدق القائلين بعدها: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا إخبار بما بالفريضة العظمى التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، وهي الجهاد في سبيل الله. فقال جل ذكره: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق، والمراد الأسر. يبقى السؤال من الناحية العلمية: هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ عندما نقول محكمة أي أنها تتلى ويعمل بها، وعندما نقول منسوخة أي تتلى يتعبد الله جل وعلا بتلاوتها لكن لا يعمل بها. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو الصحيح، أنها آية محكمة. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه الآية من سورة محمد منسوخة بآية السيف، وآية السيف هي الآية الخامسة من سورة براءة من سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه آية السيف. ومن هنا يعلم طالب العلم أن هناك آيات في القرآن لها أسماء. ومن مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم لو أخرجها من المصحف وحاول أن يعرف تفسيرها كزاد الله. فأول آية سميت في القرآن حسب ترتيب المصحف آية الكرسي، وهذه في البقرة، وآية المباهلة، وهذه في آل عمران، وآية الصيف، وهذه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، سورة النساء، وبسورة براءة سورة آية السيف الآية الخامسة كما حضرنا آنفا، وكذلك آية المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وآية الحجاب، وغيرهن من الآيات. فقال بعض أهل العلم إن آية محمد هنا الآية من سورة محمد منسوخة بآية السيف، والصحيح أنها غير منسوخة، بل كلا الآيتين محكمة، كل من الآيتين محكمة يعمل بها، لكن يعمل هذه بضرب على ضرب ويعمل على هذه بضرب. والصواب أن لولي أمر المسلمين الذي أسند الله إليه شأن الجهاد في الأمة أنه مخير بعد القتل أي بعد فراغ من المعركة في من يؤسرون من العدو في أمور عدة: مخير أن يقتل أو أن يفدي أو أن يمن أو أن يسترق أو أن يأخذ الجزية، فأصبحت خمس. فلولي الأمر المسلم أن يمن كما من صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن وثاق، وأن يأخذ الجزية كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وأن يسترق كما حال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأسار. هذه الثالثة قلنا أن يمن أو أن يسترق، وأن يقتل هذه الرابعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنضر بن الحارث وغيره من صناديد قريش بعد بدر، وهذا حضره الشافعي رحمه الله، وعليه أكثر الفقهاء من أن ولي أمر المسلمين مخير. قال الله جل وعلا بعدها: حتى تضع الحرب أوزارها. أما كلمة وزر من حيث اللفظ فتطلق ويراد بها الإثم، قال الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتطلق ويراد بها الثقل والحمل، قال الله جل وعلا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. معنى وزير أن يحمل عني الثقل. وقال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي الثقل والهم والحمل الذي أهمك. فالمراد
من قول الله جل وعلا حتى تضع الحرم أوزارها، هذا تحرير المعنى لفظيا. أما معنى فقال بعض أهل العلم حتى يسلم الجميع، أي ينتهي ما بينكم من تناوش، وهذا ينسب إلى قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. وقال بعض أهل العلم حتى تكثر فيهم القتل، وقال بعضهم ينسب إلى مجاهد رحمه الله أن المعنى حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى ينزل عيسى بن مريم. وهؤلاء يقولون، أي أصحاب هذا الرأي مجاهد ومن وافقه، أن الأصل بقاء الحرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وأن هذا لا ينتهي حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، فيدخل الناس طوعا في الإسلام. وهذا قول قوي من حيث المعنى، لكن اللغة في ظني لا تساعد عليه. وإن أخذنا بقواعد اللغة فالأول أقرب، والعلم عند الله، حتى تضع الحرب أوزارها. مما جاء في هذه السورة المباركة قول الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. المخاطب بها المنافقون الذين كانوا يسكنون المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ينتظرون شيئا وما خبأه الله لهم شيئا آخر، فلا يراعى ما ينتظرون لأنهم ينتظرون الباطل، والدين لا يأتي بإقرار الباطل. فهل ينظرون إلا الساعة تطلق ويراد بها القيامة، ويقال لغويا الساعة هي الجزء من الوقت قل أو كثر. قال ربنا جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى بمعنى القيامة، والساعة الثانية في الآية بمعنى المدة والفترة والبرهة من الوقت. قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. وكونها تأتي بغتة هذا حق، بقرينة أن جبرائيل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالحديث المشهور، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. فإذا انتهى جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى عدم العلم بالساعة فغيرهما عليهما السلام أولى وأحرى. وقد قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن رب العالمين قال هنا: فهل ينظرون إن الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط جمع شرط، وهو هنا بمعنى علامة. وبالنسبة لمن يقرأ القرآن في زمن النبوة فإن أول أشراطها بالنسبة له بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد تحرر عقلا ونقلا أنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول وقوله الحق: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا أمة بعد أمته، فعلى من تقوم الساعة؟ لن تقوم الساعة إلا على أمته، لأنه لا أمة بعد أمته ولا نبي يرتقب وينتظر بعده صلوات الله وسلامه عليه. فبعثته من أعظم أشراط الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه السلام أخبر عن بعض أشراط الساعة، وتصنيف العلماء لها صغرى وسطى وكبرى إنما باعتبار الزمن الذي يصنفون به، لأن كل أحد لم تظهر الساعة أو لم تظهر العلامة والأمارة والشرط في زمنه سيرى ذلك الشرط بعيدا، فإذا وقع لم يعد بعيدا ولم يعد كبرى لانقضاءه. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح بيت المقدس، وبيت المقدس فتح، دخل في حوزة أهل الإسلام زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دخل سلما، خرج عمر من المدينة إلى الشام
وقبل أن يستلم بيت المقدس من النصارى الذين كانوا يحكمونه في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا أهل كتاب. فلما أطلوا من أسوارهم ورأوا شخص عمر عرفوا أنه هو المذكور في كتبهم وأنه هو الذي يسلم إليه مفاتيح بيت المقدس. من أشرافها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن وتتقارب الأسواق وتفشو التجارة. وذكر صلى الله عليه وسلم من ذلك شهادة الزور وكتمان العلم أو وكتمان الشهادة، وهذا الحديث بالبخاري. ويقاربه حديث آخر رواه إمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ذلك أن طارقا أخبر أنه كان مع أصحابه جلوسا مع عبد الله بن مسعود، فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. قال: فقام فقمنا معه. قال فقام فقمنا معه فدخلنا المسجد، فإذا الناس ركوع فركعنا. فلما فرغ من الصلاة سلم عليه رجل قائلا: سلام الله عليك يا أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود. فلما قال الرجل سلام الله عليك يا أبا عبد الرحمن انتظر أصحاب عبد الله أن يقول وعليك السلام، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صدق الله ورسوله. فلما رجع إلى بيته قال بعضهم لبعض، أي أصحابه: أسمعتم كيف رد عبد الله على الرجل؟ أيكم يسأله لما قال هذا؟ فقال طارق: أنا أسأله. فدخل عليه فقال له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل سلم عليك فقلت صدق الله ورسوله. قال: إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، أن يأتي الرجل إلى جمع فيختار واحدا منهم فيسلم عليه دون غيره. فعبد الله بن مسعود كان في صحب، كان في رفقة، فجاء هذا الرجل فسلم عليه بكنيته وحده، فهذا تسليم الخاصة ظهر منذ زمن ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه ظهر بصورة قريبة محدودة. فلهذا لما قال الرجل ذلكم السلام تذكر ابن مسعود الحديث فقال صدق الله ورسوله. ثم قال آيات أخرى، قال: وتفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر القتل. فهذا من أشراط الساعة التي وقعت وتقع كل يوم في تكاثر. وأنت تعلم ومثلك لا يخفى عليه أن الصراع الدولي اليوم قائم على الشأن الاقتصادي، وأنك على المستوى المحلي لا تكاد تسمع بسوق حتى تسمع بسوق آخر بني بعده أو قاربه أو قابله أو ظهاه. فهذا من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق حتما، أنه تكثر الأسواق. وقال عليه الصلاة والسلام: ويتقارب الزمان. واختلف العلماء في معنى قوله عليه السلام ويتقارب الزمان، وأجمل من تكلم فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: إن معنى أن يتقارب الزمان أن تنزع منه البركة، وهذا مشاهد، فإن الأوقات ومرورها سريعا لا يكاد المرء أن ينجز فيها شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: ويكثر القتل. وهذا ظاهر حتى في الأزمنة المتأخرة كثيرة، والله لا يدري القاتل لماذا قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، وهذا كله من أشراط الساعة. من أشراط الساعة أيضا
خروج رجل من قحطان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. فقول عليه الصلاة والسلام كما الصحيح يسوق الناس بعصاه، المعنى انقياد الناس له. وقال بعض أهل العلم إنه ربما يفهم منه العنف، وبعضهم استبعد هذا وقال إن المقصود أن الناس يتبعونه، واختلف بوقت زمانه مع الاتفاق على أنه لم يظهر بعد ولم يخرج. فبعض أهل العلم من المحدثين يرى أن هذا بعد زمن الدجال، وبعضهم يرى أنه بعد زمن المهدي، والعلم عند الله، لكنه ثابت أنه شرط من أشراط الساعة، كما أن من أشراط الساعة خروج المهدي. والمهدي أي ذو هدى، والهدي في اللغة، الهدى في اللغة الدلالة بلطف، والمهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسم رسول الله، كما دل عليه مجمل الروايات أن اسمه محمد، أن اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، وأنه منجلي منحسر الشعر في الجبهة، وأن في أرنبة أنفه شيء من المي، وأن الله جل وعلا ربما يصلحه في ليلة، وأنه يبايع له ما بين الركن والمقام، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فهذا مجمل ما يعتقده المسلمون في المهدي، والطوائف حوله مختلفة. فأكثر أهل الحديث والفقهاء على أنه من نسل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن السر اللطيف في الأمر أن الحسن رضي الله عنه وعن أبويه تنازل عن الخلافة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيكرمه الله في ذريته أن يكون منهم المهدي. وطائفة أخرى ترى أنه من ذرية الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما، وإن كنا نرجح أنه من ذرية الحسن، لكن أيا كان الأمر فإن الحسن والحسين أخوان شقيقان، مشهود لهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهما. فهذا من علامات الساعة الكبرى. لكن أول علامات الساعة الكبرى التي يتغير بها العالم الأرضي خروج الدجال. والدجال مختلف في شخصه اختلافا كثيرا، هل هو حي موجود؟ وإن كان حيا هل كان حيا زمن النبوة؟ في هذا أقوال عدة سأجملها على ما يلي. كان في المدينة رجل يقال له صياد أو صائد، ولد له غلام ممسوح العين، فغلب على ظن كثير من الصحابة أنه هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبره وخبأ له خبيئة فعرفها، فقال له عليه الصلاة والسلام: اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك. فذهب طائفة من الصحابة إلى أن الدجال هو هذا، اسمه صاف أو عبد الله، ابن صياد أو ابن صائد، اختلاف الألفاظ. ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه وأبو ذر وجابر، فكانوا يقسمون أنه هو الدجال، وهذا كبر ونشأ في المدينة، حتى إنه كان أحيانا يلبس على الناس فينفي عن نفسه أن يكون الدجال، لكنه يقول: أما والله إني لأعلم من هو وأين أبوه وأين أمه ومتى سيخرج، فيجعل الناس في حيرة. فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعض سكك المدينة، فقال له: منذ متى طمست عينك؟ فقال: لا أدري. فغضب ابن عمر وقال: لا تدري وهي في رأسك أي عينك؟ ثم إنه أي هذا الرجل نخر نخرة شديدة وانتفخ حتى ملأ السكة، فضربه ابن عمر بعصا كانت معه دون أن يشعر. فلما عاد ابن عمر إلى أخته حفصة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها الخبر قائلا لها، فيزعم ويقول أصحابي أي من كان معي أنني ضربته، أما أنا يخبر عن نفسه فلا أشعر،
أي لا أدري إن كنت ضربته أو لم أضربه، لكن أصحابي يقولون عني أنني ضربته. فغضبت عليه أخته أي عاتبته قائلة له: ما لك وما له، ما توالدك به؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها. هذا منحى لأهل العلم في أن الدجال هو ابن صياد. المنحى الآخر أنه رجل كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة لا تعرف بعينها موثقة أي موثوقا، وأن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه وكان نصرانيا رآه لما لعبت بهم الأمواج في البحر ثم قذفته وأصحابه في ألواح، فخرجوا إلى دير للنصارى فوجدوا امرأة كثيرة الشعر لا يدرى أهي ذكر أم أنثى، فسألوها فقالت: إن في الدير رجلا هو إلى خبركم بالأشواق، فوجدوا رجلا عظيم الجثة على قصر في طوله، فسألهم عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية وعن عين زعر، فأخبروه أن النخل مثمر والعين تدر والبحيرة ملأ، فقال: أما إنه يوشك النخل ألا يثمر وأن العين تنظر وأن البحيرة تجف، وأخبره أنه هو الدجال ينتظر متى يخرج. فعاد تميم إلى المدينة وأسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: أنا وإني ما دعوتكم لرغبة ولا لرهبة، لكن تميما أخبرني وقص عليهم الخبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قص على الناس خبر الدجال من قبل، فأعجبه أن وافق حديثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ممن حفظ هذا الحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه، وفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأوائل، وكان له عقل وكمال حتى إن أصحاب الشورى بعد مقتل عمر اجتمعوا في بيتها اعترافا بفضلها وكمال عقلها، فهي التي حدثت بهذا الحديث ونقله مسلم رواه في صحيحه. وأما الإمام البخاري رحمه الله فلم يروي الحديث في صحيحه ولم يخرجه، على أن البخاري فيما يغلب على الظن يرى أن الدجال هو ابن صياد ولا يرى حديث تميم في غالب صنيعه ولا نجزم، لكن المقصود أن جماهير أهل العلم على الأخذ بحديث فاطمة بنت قيس المروية عن تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أخبر الدجال تميما وأصحابه أنه لا يستطيع أن يدخل المدينة، وقد جاء في رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي إلى المدينة فيصعد أحدا الجبل المعروف فيرى المسجد النبوي فيقول لأصحابه: هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد، هذا القصر الأبيض هذا المسجد مسجد أحمد، فيؤم أن يدخل المدينة فتمنعه الملائكة، فلما تمنعه الملائكة يضرب رواقه في سبخة الجرف، موجود مكانه إلى الآن معروف، فيخرج إليه شاب من أهل المدينة. قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما، قال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ قالها ثلاثة. قالوا: يا رسول الله وما يوم الخلاص؟ فأخبرهم أن الدجال يأتي فيصعد أحدا فيقول: هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد الأبيض، ثم إنه تمنعه الملائكة ثم يضرب رواقه في سبخة الجرف، فترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فتخلص المدينة من شرارها ولا يبقى فيها إلا الأخيار. بعد ذلك يخرج شاب من علماء المدينة إليه، يخرج إلى الدجال، فيهم من حول الدجال أن يقتله، لكنهم يقول بعضهم لبعض: إن ربنا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يزعمون الدجال: إن ربنا منعنا أن نقتل أحدا دونه. فيأخذون الشاب إلى الدجال فيشقه نصفين ثم يحييه، ثم يقول له: آمنت بي؟ فيقول: ما ازددت بك إلا كفرا، وآمنت بما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم
فيقتله الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. والدجال أبيض قصير، إحدى عينيه ممسوخة كأن عنبة طافية، بين عينيه كافارة، ويزعم أنه الإله، يقول للناس: أنا ربكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. وقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية النجاة منه، فذكر أمورا ثلاث: الأمر الأول أن ينأى الإنسان بنفسه عليه، وأن يتبع الجبال. الأمر الثاني أن يقرأ فواتح سورة الكهف، لأن فيها ذكر خبر أصحاب الكهف وكيف نجاهم الله. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه حبك حبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه سيقول: إني ربكم، فمن قال له: لست ربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هذا فلا سبيل له عليه، أي لا سبيل للدجال عليه. ويبقى في الأرض 40 يوما، يوم يمر كسنة والله أعلم كيف يكون ذلك، ويوم يمر كشهر، ويوم يمر كجمعة، ويوم يمر كأيامنا هذا. لما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا عني الصحابة بالصلاة، فقالوا: يا رسول الله كيف نصلي؟ قال: اقدروا له قدره. والمعنى: اجعلوا ما بين الصلاتين وقتا تحددون به متى تصلي. ثم يكون هلاكه، وهذا من الأشراط الكبرى، عند نزول المسيح عيسى بن مريم. وينبغي أن يعلم علميا أن عيسى بن مريم عليه السلام والدجال لا تجري عليهم اليوم أحكام الزمان. والمعنى: لا تجري عليهم أحكام الزمان، لأنه لو جرت عليهم أحكام الزمان لكبروا وهرموا. فالدجال إذا قلنا وفق حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه موجود منذ زمن النبوة، لو كانت تجري عليه أحكام الزمان لحدودب ظهره وشاخ وهرم، لكن لا تجري عليه أحكام الزمان، كما أنها لا تجري على المسيح عيسى بن مريم. والمسيح عيسى بن مريم رفع ولم يتوفى، لم يمت، قال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فينزل لابسا ثوبين معصفرين، أي عليهما صبغ، قال عليه الصلاة والسلام: بين مهرودتين. وهذا معنى بين مهرودتين، واضعا يديه على أجنحة ملكين، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب، فيتبعه عيسى بحربة في يده فيقتله. فلما يقتله تتوالى أحداث الساعة كأنها سلك خرز منتظم قد انفرد، فيقتله عيسى بن مريم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، ويصبح تابعا على شريعة أحمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لو ساق الناس على أنه نبي لنافى هذا قول الله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا لا يمكن أن يقع، لكنه يسوق الناس على أنه تابع لشريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم تخرج قبائل يأجوج ومأجوج، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا كله من أشراط الساعة الكبرى، ونحن نشرح قول الله فقد جاء أشراطها. ثم بعد ذلك، بعد موت عيسى، تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة. ألا وإن من رحمة الله بنا
أن باب التوبة ما زال مفتوحا لنا. والله إن من قساوة القلب أن لا يتوب إلى الله، وإن من أعظم العطايا وأجل ما يهبه الله جل وعلا لعبد أن يهبه أن يؤوب إليه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا مما أثنى الله به على كثير من الصالحين، بل على كثير من الأنبياء، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا من ظاهر جدا في القرآن. فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة، قال أصدق القائلين يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها أو بعده بأيام غير بعيدة تخرج الدابة، قال أصدق القائلين وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فلما يكون باب التوبة قد قفل، فلا سبيل للكافر أن يؤمن أو أن يتوب أو أن يعود، فتأتي الدابة فتخطم الكافر وتخطم المؤمن. هذا بعلامة وهذا بعلامة، فيعرف الكافر أنه كافر لكنه لا يستطيع أن يؤمن، ويعرف المؤمن أنه مؤمن. ثم ما يزال الناس يتناقصون، وتأتي ريح طيبة حينا من جهة اليمن وحينا من جهة الشام فتقبض أرواح المؤمنين، ثم يأتي ذو السويقتين من أرض الحبشة فيهدم الكعبة، ثم يرفع القرآن في ليلة ويصبح الناس وليس في الأرض منه آية، ويطوى وشم الإسلام، ثم يبقى عاذنا الله وإياكم وعافانا شرار خلق الله عليهم، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ. وكل هذا بين يدي الساعة، ولا ريب أن الساعة شأنها عظيم. فالله جل وعلا هنا يقول فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. معنى قول الله جل وعلا فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم يحتمل معنيين. المعنى الأول إذا جاءت الساعة لم يكن هناك مكان ولا وقت ولا متسع للعمل الصالح كما حررنا بعد طلوع الشمس من مغربها. والمعنى الآخر أنهم إذا بعثوا وحق عليهم البعث والنشور بعد الصعق فإن أيا منهم لن ينفعه شيء مما صنع في الأول، فيتحسف ويتأسف على أن زمن التذكر والعمل عليه قد فات. والمعنيان والعلم عند الله متقاربان، حكاهما ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز. والمقصود تحسف أهل الكفر على ما فات عليهم من عمل صالح أيام حياته. مما جاء في هذه السورة المباركة قول الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال بعد فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة، وهذه قد بيناها منها من آيات سورة محمد قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية لما كان عام الوفود وهو قدومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الوفود التي قدمت وفد اليمن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على وفد اليمن هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقام شاب يمني كان حاضرا فقال على قلوب أقفالها إلا أن يفتحها الله ويفرج عنهم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاضرا. فأعجبته هذه الكلمة من ذلك الشاب، فعظم الشاب في عينيه، فلما ولي وحفظها عمر في نفسه. فلما ولي عمر إمارة المؤمنين بعد وفاة الصديق استعمل ذلك الشاب، أي أناط به ولايته. وقبل أن ندخل في معنى قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، يأتي هنا ما من الله جل وعلا به على الخليفة أمير المؤمنين عمر من النظر الثاقب والسياسة الشرعية التي ساس بها الناس.
وكثير يا أخي من العظماء الذين كتب الله لهم شأنا في أمر ما، لو تأملت صباهم وصغرهم وأيام حياتهم الأولى لوجدت أن لهم فلتات وأقوال أو أفعال تدل على أنهم سيصيرون إلى ما وصلوا إليه، تدل على أنهم سيصيرون إلى ما وصلوا إليه. وحذاق المربين وخيار الآباء وأفاضل المعلمين، من يعرف هذا من أبنائه، من يعرف هذا في تلاميذه، من يعرف هذا في طلابه، فيرى في أحد أبنائه أو في أحد طلابه أو في أحد تلاميذه أو ممن أوكل الله إليه رعايته، فيعرف من بعض الأقوال التي ينطقونها أو الأفعال التي يأتونها ما يدل على أن هذا الفتى أو هذا الغلام سيكون له شأن. وهذا لو قرأت التاريخ وجدته كثيرا، فقد كان معاوية رضي الله عنه وهو فتى أو وهو صبي إذا مشى يظهر في مشيته مشية الملوك، فكانت أمه تترقب أن يسود ابنها يوما من الدهر فكان لها ذلك. ولهذا لما قال أبو سفيان يوم كان معاوية صغيرا إني أرجو أن يكون ابني هذا سيد أو كلمة نحوها، قالت أمه هند ثكلته إن لم يحكم العرب والعجم. فآل الأمر بمعاوية رضي الله عنه والفضل لله أن حكم العرب والعجم. وكثير من العلماء ظهر منهم ما يدل على أنه سيكون له شأن منذ أن كانوا صغارا، وهذا كما قلت يعنى به أفاضل الآباء وخيار المربين. أما قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم هنا بمعنى بل، والمعنى بل على قلوب أقفالها. فمن أراد الله به خيرا جعله يفقه هذا القرآن ويأخذه. وهذا القرآن للمؤمن معه أحوال، الحالة الأولى حالة التعبد بمعنى أنه يتلوه ويقرأه ويتلوه ويختمه ما استطاع، وقد جاء النهي عن ختمه دون 3 أيام، والسنة أن يختم في 7 فما فوق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبرائيل يراجعه القرآن، يدارسه القرآن في كل عام مرة في شهر رمضان في شهر كامل. وقد استحب خيار السلف كعبد الله بن المبارك، ونقله أبو داود أنه عرض على الإمام أحمد فأعجب أن الفرد منكم علمنا الله إياكم الهدى يقرأ القرآن، فإذا جاء يختمه تلاوة ينظر هل هو في الصيف أم في الشتاء، ينظر هل هو في الصيف أم في الشتاء. فإذا كان في الصيف يختمه أول النهار رجاء أن تصلي عليه الملائكة حتى يمسي، ونهار الصيف طويل. وإذا كان حاله في الشتاء فيقرأه ويجعل ختمته في أول الليل حتى تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، لأن ليل الشتاء طويل. وهذا من الفقه كيف يستدرج المؤمن رحمة الله تبارك وتعالى. فكان الخيار في الأمة إذا تلوا القرآن وأرادوا أن يختموه ينظرون هل هم في الصيف أو هم في الشتاء، فإذا كانوا في الصيف يؤجل الختمة، يترك 4-5 سور إلى أول النهار فيختمه بعد صلاة الفجر في نهار الصيف طمعا بأن تصلي عليه الملائكة حتى يمسي. وإن كان في زمن الشتاء ختمه بعد صلاة المغرب طمعا بأن تصلي عليه الملائكة حتى يصبح. الحالة الثانية حالة فقه وفهم عن القرآن. قال بعض السلف من لم يبكه القرآن فلم ينتفع بشيء من علمه، من لم يبكه القرآن فلم ينتفع بشيء من علمه، لأن الله جل وعلا لما ذكر العلماء قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم
ويزيدهم خشوعا. من طرائق تدبر القرآن قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أن ينظر الإنسان فيما أخبر الله جل وعلا عنه في طيات كتابه فيتمثلها. فلما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله يشكو عمالا لديه، تارة يظلمهم وتارة يظلمونه، تارة لا يوفونه حقه وتارة يبخسهم حقه، فقال: يا رسول الله ما العمل؟ قال: إنه يؤتى بك وبهم يوم القيامة فيعطى كل أحد منكما مظلمته. فخرج الرجل يبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ألم يقرأ قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلو أن الإنسان مع تدبره للقرآن تمثل هذه الآية وهو يتعامل مع الخلق، وأن شيئا أبدا لن يضيع، إن كان لك ستأخذه وإن كان عليك سيوفى منك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كما أن من تدبر القرآن أن يتذكر المؤمن قول الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. والله إن أحدنا لينام فيرى في نومه ما يخيف، فلو استطاع أن يشتري كل شيء بماء عينيه رجاء أن يستيقظ من رقدته ويفوق من نومته وينتهي هذا الذي كان يجثم عليه لاشترى. حياة البرزخ قريبة جدا مما يراه الخائف في نومه، يضيق عليه، وأنا أتكلم عن أهل الفسق والمعاصي، ويرى من النكال ما بعده عياذا بالله أشد منه. ويمكث البرزخ كله، إن كان عياذا بالله قد أشبع من الزنا، يكون في تنور يحشر مع عراة وعراه، فما زالوا يتضاغون يتصايحون وهم في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. وإن كانوا من أكلة الربا ما يزال يقوم فيقعد ويؤطى من غيره من الأمم إلى أن تقوم الساعة. وإن كان ممن يتثاقل عن الصلاة ما يزال في برزخه يرمى بحجر أو صخر، كلما عاد رأسه كما كان عاد إليه الرضخ إلى أن تقوم الساعة. وكل ذنب له ما يوافقه من العذاب. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد يخفف عنه باعتبار ذنبه، وقد يزاد عليه إذا عظم الذنب حتى تقوم الساعة. ثم ما بعد ذلك إن لم تتداركه رحمة الله فهو أشد وأنكى عياذا بالله من ذلك. وهذا من معاني قول الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من تدبر القرآن أن يفقه المؤمن أن الله جل وعلا عظم أجر السعي إليه في الصلاة، أجر السعي إليه في الصلاة، وأخبر جل وعلا أن هذه الصلاة أعظم ما افترضه تبارك وتعالى على عباده. فلا يعقل أن رجلا يقرأ القرآن أو يسمعه يتلى عليه ويرى تتابع الآيات في الأمر بالصلاة في حال المرض والصحة، وفي حال الحرب والسلم، في حال الإفراد وحال الجماعة، ثم بعد ذلك يسمع النداء فلا يجيبه ويقبل أن يتكاسل عنه. وهذا كله مندرج كما قلت في تدبر القرآن. والأمر في هذه الآية واسع جدا، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعمق. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله حول هذه السورة المباركة، سورة محمد، قلناه على وجه الإجمال. نرجو الله جل وعلا أن يجعله